أهلا بكم مشاهدينا في فقرة أنا أرى. في فقرتنا نأخذكم في جولة للاطلاع على أهم مشاركاتكم التي وصلتنا عن أهم الأحداث الراهنة في سوريا والعراق. البداية مع هذه الصورة، حيث شن الطيران الحربي الروسي غارات جوية بالصواريخ العنقودية استهدفت مناطق عدة في ريف إدلب الجنوبي، ما أسفر عن الكثير من القتلى والجرحى بالإضافة إلى خسائر كبيرة في الممتلكات. ومع أجواء أول أيام العيد ورغم القصف المتتالي والغارات الجوية على مناطق كثيرة بريف حلب وإدلب، نرى فرحة أطفال حلب بعيد الأضحى تتجسد بصاروخ لم ينفجر كان سيودي بحياتهم. وهنا صورة أخرى، حيث يحل عيد الأضحى المبارك هذه السنة ومظاهر البهجة عمت الأحياء والشوارع في المحافظات بعد سماع أخبار الميدان اليومية. ونختم جولتنا من العراق، حيث تم توزيع مساعدات غذائية على العوائل النازحة في مدينة السليمانية من قبل وزارة الهجرة والمهجرين، وقد بلغ عددها 1100. الوزارة مستمرة بإغاثة تلك الأسر النازحة لحين عودتها لمناطق سكنها. والاطلاع على المزيد من المشاركات التي يرسلها لنا مستخدمو تطبيق أنا أرى من أنحاء العالم، يمكنكم زيارة صفحة أنا أرى على موقع العربية .net. كما نذكركم أنه بإمكانكم أن تصبحوا مراسلين لقناتي العربية والحدث من خلال تحميل تطبيق أنا أرى على هواتفكم الذكية.